هعمل ايه؟ يا ليلى مش فايته، ده الفيروس بيزيد يا سعبل. الحقوني يا جماعه، انا صوتي بايظ خالص. هو ايه اللي بيحصل؟ انا مش فاهمه حاجه. مالكوا يا ولاد، في ايه؟ الحق يا ماما، الفيروس زاد وصوتنا اتحول، وكده مش فاضل غير المرحله الاخيره اللي هيتحول في شكلنا. والنبي يا ولاد انتوا مكبرين الموضوع، انا حاسه كده اننا احلى بكتير. كده كتير عليا يا رب، مش كفايه عليا يا اخويا المتخلف اللي حولنا حيوانات، وكمان امي دماغها تضرب. هاتولي شوكولاته حالا، لازم يكتب عليا قبل ما شكلي يتحول، احسن بعد كده ما يرضاش يتجوزني ويروح لواحده تانية. لازم ادبسه في الجوازه بسرعه. صبرني يا رب. مالك يا ابني جبني على ملا وشي ليه؟ انا خلاص يا شقلطة، خلاص حياتي بتتدمر وصوتي اتغير وكلها كام يوم كمان وشكلها هيتحول. مش عارف اعمل بعد كده ايه يا شقلطة. وانا قرد، هجيب فلوس منين تكفي اجيب كل الموز ده كل يوم يا شقلطة؟ هعمل ايه طيب؟ ياض يا تيخة ما تقلقش، انا خلاص قربت الاقي حل. بجد يا شقلطة؟ يعني هرجع بني ادم تاني؟ والعيال بتوع المنطقة مش هيتريقوا عليا تاني يا شقلطة؟ لا لا اطمن، كل حاجة هترجع احسن من الاول. طب قولي ناوي على ايه؟ اسمع يا عم، الغنى الوحيد اللي ما اتفيرستش لحد دلوقتي، فده بيدل ان انا عندي مناعة اقوى من الفيروس، فدوت هيخليني افكر ان اخد عينة مني اعمل منها علاج للناس تبدأ تاخده زي لقاح يعني كده. يا ابن اللعيبة يا شقلطة، دماغ برضو، انت مش سهل. طول عمري اقول عليك اجمد مخترع في الدنيا. طب قول لي الموضوع ده بقى مضمون؟ بصراحه نسبه نجاحه قليله، ما تعديش ال 30%. الله يخرب بيتك يا شقلطه، طول عمري بقول عليك اغبى واحد عرفته. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اخي، حسبي الله. يا عم ما تقلقش، بس انا متاكد ان انا هنجح، ويانا يا الفيروس ده.